بنشتغل على المواصفة اللي هي 196 برضو. بص معايا برضو 196 برضو واحد اللي هي EN اللي هو بروتون. النظام بتاعي اللي احنا شغالين بيه هنا في المشروع بتاعنا. تمام. الرقم دوت او المواصفة دي ممكن تختلف اي مشروع تاني على حسب المواصفة اللي هو شغال بيها. ممكن يشتغل بنظام امريكي، ممكن يشتغل بنظام بريطاني لوحده، ممكن يشتغل بنظام فرنساوي، ممكن يشتغل بنظام مصري، ايا كان. فاحنا بنعمل الاختبار بتاع التحميل دوت على حسب المواصفة اللي هو طالبها. تمام. زي الدواء اللي مكتوب لك الدكتور. تمام. ما تعرفش تروح تغير دواء من نفسك او تجيب بديل من نفسك. لو هتغير تقول للدكتور بتاعك دوت الدواء ده مش لاقيه اغيره ولا لا. عشان كده هم ممكن مع الوقت بيعملوا تعديلات يغيروا في حاجات. علشان احكم اخلي بالك وارجع تاني، انا كده بختبر ماده الاسمنت عنصر انا بختبره. فعشان اختبره فاللي عمل المواصفه ديت اشترط حاجات معينه تكون موجوده، تكون موجوده معايا اللي من خلالها اقدر اقول الاسمنت ده هو صالح او فاسد. تمام. فهو قال لي هتجيب رمله قياسيه، رمله قياسيه زي ما قلت لك من شويه، رمله تم عليها الاختبارات كامله بحيث ان هي تبقى صالحه للاختبار، يعني ممكن يكون اتعمل عليها الاف الاختبارات. تمام. يعني بدون مبالغه يعني. بيعمل لها التدرج بتاعها اللي هو بادئ من منخل 1.6، الرمله دي كميه الرمله دي متكون فيها محجوز على 1.6، محجوز على منخل 1، محجوز على بوينت نص، محجوز على منخل بوينت 160، محجوز على بوينت 0.8، محجوز على كل منخل دولت كميه رمله معينه. الرمله ديت هو قبل ما يعتمدها الرمله ديت اللي احنا بنشتغل بيها عمل عليها اختبار، مثلا زي اختبار البري بتاعها، اختبار التحميل بتاعها، اختبار التاكل، اختبار الـ 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 الاملاح اللي هو الساوندرز، اختبار الـ الحاجات العضويه متعلقه بالرمله ديت. المهم الرمله ده نظيف وصالح وكافي ان هو من خلاله اقدر احكم على الاسمنت. تمام. ده العنصر الثاني اللي احنا بنوفره. طب هل انا ممكن اجيب رمله بدل دي؟ اجيب رمله بدل دي بس اعمل عليها نفس الاختبارات. تمام. اذا الاختبارات اللي على جوده الرمله دي ما اتحققتش يبقى الرمله دي ما تنفعش ان انا احكم عليها بالاسمنت. يعني ما اروحش اجيب رمله من السوق عندي واعمل التدرجات واشتغلها. ماشي اشتغل بس مش هديك نتائج. ايه السبب؟ فيها نسبه ليها درجه للامتصاص، في ان ديت مع الاحتكاك مع الكفه يحصل لها تكسير فهتلعب. اذا معنى كده التدرج بتاعها هيختلف. ليها مش لازم ان تكون زي كده معتمده. هي دي مش معتمده. دي معتمده. تمام. الرمل اللي انا شغال بيه ده هنا معتمد، يعني الرمل ده جاي من فرنسا دلوقتي. تمام. فجاي بشهادات وناس كبيره قوي ماضي عليه ان الرمله دي عملها اختبار كذا وكذا 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 وكذا. لو انت غيرت اي نوع من الاختبارات دي في الرمله لازم انت او ما حققتش يبقى انت كده بتضرب الاسمنت. تمام. ده اول عنصر انا بجهزه هو الرمل دوت. تمام. العنصر الثاني عندنا الميه. قال لي خد ميه ما تعادل نص وزن الاسمنت بتاعك. لو اخد كيلو اخد نص ميه؟ لا يعني ما هو في الخلطه بتاعه الاسمنت ديت قال لي عينه الاسمنت اللي هتختبرها من عندك ديت هتاخد 450 جرام. 450 جرام. هو قال لو انت هتشتغل بقى ال 450 جرام مع ال 450 جرام دول 50 اسمنت 225 ميه. معنى كده ان الميه بتعادل نص وزن الاسمنت. نص وزن الاسمنت يعني بوينت 225. تمام. قال لي ما تغيرش اي حاجه من الاوزان دي. تمام. وقال لي اشتغل بالطريقه اللي انا هقول لك عليها اللي هي برضو المواصفه 196 بارت 1 دي بتتكلم عنها. قال لي اشتغل بالطريقه الفلانيه دي. الطريقه دي هي قال لي ايه؟ هتشتغل في ظروف درجه حرارتها 20، يعني احاول اوفر المكان بتاعي في اللي شغال بيه تكون الحراره في حدود 20 زائد او ناقص درجتين، يعني ما اشتغلش درجه حراره مثلا 30 المكان اللي فيه الشغل وما اشتغلش في مكان متجمد درجه حرارته 10. لا قال لي اوصل الحراره بتاعتي بحيث برضو الاسمنت بتاعي يكون متوفر له الظروف بتاعته. تمام. طيب جهزت الحاجات دي كلها هبتدي ان انا اشتغل. قال لي تشتغل ازاي؟ اداني الطريقه اشتغل بيها. الطريقه اللي اشتغل بيها قال لي اول حاجه هتحط الميه في المكسر. جميل؟ تمام. حطيت الميه قال لي بعد كده ضيف الاسمنت للميه. تمام. حطيت كده الاسمنت والميه مع بعض. طب اعمل ايه بعد كده يا عمنا؟ قال لك حط قلب دي على السرعه البطيئه لمده 30 ثانيه. الميه والاسمنت لمده 30 ثانيه. 30 ثانيه عشان يحصل امتصاص للاسمنت للميه. تمام. خلص 30 ثانيه يبقى كده الاجمالي عندي دقيقه. قال لي هو مده الاختبار كله كام؟ 4 دقائق. تمام. كده عندي بيت دقيقه. قال لي بعديها 30 ثانيه اللي هي الميه والاسمنت. الميه والاسمنت. قال لي احط الرمله خلال 30 ثانيه. تمام. يعني واحده واحده كده بالراحه مش قلبها مره واحده، واحده واحده في الرمل الاسمنت بحيث تتقلب لمده 30 ثانيه. كده الدقيقه خلصت بس بدون ما يكون المكسر شغال. والمكسر شغال. والمكسر شغال. المكسر شغال لمده 30 ثانيه. اضيف الرمل يبقى كده الاجمالي عندي بيدي يعني. تمام.
خرز دي اقلب السرعه من البطيئه للمتوسطه، اقلبها لمده 30 ثانيه كمان. تمام، يبقى كده اجمالي الخلط عندي 90 ثانيه منهم. تمام. 30 ثانيه ميه واسمنت، و30 ثانيه بفضي فيهم او خلالهم الرمله، وال30 ثانيه الثالثه اللي هي السرعه السريعه الوسط. خلص دقيقه ونص اوقف المكسر بتاعي. تمام، قال لي اقف لمده دقيقه ونص كامل. قال لي اول 15 ثانيه ابتدي ايه، لو اي حاجه لازقه في جناب المكسر انزلها، لان وانت بتقلب في حاجه بتبدا في جناب المكسر الحله، انزلها وبعد كده اقف اكمل ال90 ثانيه واقف. توقفت انا كده تماما، خلصت الدقيقه ونص كده الاجمالي بقى عندي 3 دقائق. تمام، راح قال لي بعد 3 دقائق شغل ثانيه ثاني دقيقه كامله. تمام، يعني انا كده هقف عندي دقيقه الرابعه. تمام، واشغل سريع يبقى كده اجمالي 4 دقائق. خلصت الخط بتاعي، ابتدي ايه اخد العجينه بتاعتي اللي خلطتها اللي اختبر بيها الكومبريس، وابتدي اعبيها في الجهاز بتاعي في المولد بتاعي. المولد بتاعي ده ولا مكعب يعني ولا اسطوانه. المولد بتاعي دوت عباره عن بريزم او منشور، بيقولوا عليه منشور. العجنه دي بتكفي 3 صوابع، المولد فيه 3 صوابع او 3 بريزمات. تمام، البريزم دوت طوله 16 سم في 4 سم في 4 سم، يعني عرضه 4 والعمق بتاعه 4 في 16 في 16 سم طوله كده. انت شايفه فاكره ربطه يعني. هتلاقي طوله كده 16 سم وهبوطه الهبوط بتاعه 4 سم والعرض بتاعه 4 سم. تمام، ليه كده؟ قال لك الطول دوت انا بعمل بيه اختبار الفلكشر، اللي هو نظام بعمل تنصايل للبريزم، بقسمها نصين عن طريق الجهاز، واقرا التحميل قد ايه واحسب النتيجه دي على المساحه بتاعته يديني قد ايه التحميل بتاعه. تمام، والجزئين اللي فضلوا عندي ببتدي احملهم على الكومبريسر. كل بحمل على قطاع معلوم اللي هو 4 سم في 4 سم اللي هو الجهاز ده بتاع الكومبريسر، هتلاقي فيه بلت حديد كده 4 سم. طب انا حطيت البريزم وحملت 4، مش هيحمل على الجنب الثاني، بحمل على 4 دي ولا 4 اللي فوق ولا 4 اللي تحت، والنتيجه اللي تطلع عندي بقسمها على المساحه بتاعتي. طيب دي طريقه حساباتها. طب هعبيها ازاي؟ قال لك هتعبيها على طبقتين. هنا مش هدمك ولا بخشبه ولا بعمود دم ولا بالهز. قال لك هتعمل نظام امباكت اللي هو الدق زي ما انت شفتها معانا كده. هو ده الهزاز ده فيه هز وفي دق؟ لا، في هزاز تاني، نوع تاني هز. فالمواصله دي مش طالبه هز، طالبه دق، لان البي اس اللي هو 7x7 بيبقى نظام هز فايبريتور زي الجهاز اللي هو ده مكعبات 7x7، بتعبيها على طبقتين وتبتدي هز. انا مش شغال هنا بالنظام دوت اللي هو 7x7 البريطاني، انا شغال بالنظام اللي هو ايه ان ليه ان قال لي هتشتغل نظام دق. فقال لي هتعبي القالب دوت او المولد ده هتعبيه على طبقتين، كل طبقه تبقى 2 سم. تمام، واحاول اخد بالي من الارتفاعات. عبيت ال 2 سم، ابتدي اشغل الدق بتاعي لمده 60 دقه، اللي برضه الطبقه الثانيه برضه 60 دقه. اخست 60 دقه يعني معنى صح طبقتين في 120 دقه. تمام، بقى اشيل القالب بتاعي وابتدي اغطيه بلوح ازاز بعد ما سويت تسويه كويسه، وابتدي اسيبه لغايه 24 ساعه، وابتدي اتابع مرحله الاختبار بتاعته. مرحله الاختبار بتاعته عقبال بيجي ميعادها ببتدي انا اعالجها في ميه، واحطها في ميه نظيفه، يعني تبقى ميه زي ميه الشرب، مش اجيبش ميه البحر ولا اجيب ميه مجاري ولا ميه صرف ولا اي ميه مشكوك فيها، بجيب ميه الشرب اشربها عادي، وبحط العينه دي فيه لغايه ما يجي ميعاد تكسير، واحافظ على درجه حراره الميه. تمام، بحيث ان الميه لو سخنت هتعمل تفاعل سريع الاسمنت، هيدي النتيجه مش مؤكده، دي نتيجه اعلى من المتوقعه، ولا ان الميه عندي تبرد بحيث الاسمنت يبقى بطيء في تفاعله، فعشان كده هيدي نتيجه برضه مش متوقعه، دي نتيجه اقل من المتوقعه. انا بكسر على حسب المطلوب. المطلوب عندي في الكود هنا او نوع الاسمنت دوت اللي هو الهاي سلاج مثلا، طالب عندي تكسير على عمر يومين وعمر 28 يوم، يعني بعمل قالبين. ما العجنه واحده بتبقى قالب واحد، لا انا بعمل هنا قالبين، قالب اكسره على 3 ايام يومين اسف، وقالب اكسره على 28 يوم. في اليومين عايز مني 10 ميجا باسكال، تمام، ما يقلش عن 10 ميجا باسكال، وفي ال 28 يوم عايز 42.5 ميجا باسكال. جابت 42.5 ناجح، تمام، اقل صائد. طب جابت 43 44 45، طب لغايه فين يبقى كويس؟ قال لك لغايه 62.5. لو عادي 62.5 في حاجه غلط. اذا في ايه؟ الاسمنت دوت مش هو الرتبه اللي انا شغال بيها. مش هو عشان اللي بيشتغل في كذا نوع اسمنت ممكن يتلخبط. يعني ممكن في واحد بيشتغل في معمل فيه اسمنت اللي هو 32.5، وفي اسمنت 42.5، وفي اسمنت 52.5، وفي اسمنت الاوبيسيل عادي، وفي اسمنت الهايسلاك.
فايه مع كتر الاسمنت عنده غصب عنه بيتلخبط يتلخبط اما في كتابه البريزم. عشان كده انا عن نفسي باجي اشتغل هنا ما بشتغلش على التليفون واحد عين بخاف اغلط ممكن اكتب على دي اسم دي ولا اكسر يبقى الدنيا مختلفه فتلاقي الدنيا مختلفه وانت بقى انا شغال صح انا شغال صح صح ديت بالنسبه للعمليه اللي هو الكومبريز بتاع الاسمنت بدايه من تجهيز مواده حتى تكسير التكسير وانا قلت لك في التكسير بتكسر النتيجه اللي طالعه عندك على الشاشه بتقسمها على المساحه بتاعت اللي انت حملت عليها بس الكيلو نيوتن على المساحه بتاعت اللي انا حملت عليها 4 في 4 اللي 4 في 4 يعني مثلا كيلو نيوتن يجيب لي 70 جاب 70 على 4 قاسم 70 مش على 4 هتقدر تحسب المساحه السطحيه بتاعتها اللي هي 4 في 16 او على 1.6 يعني 70 على 16 او 70 على 1.6 او 1.6 هي 100 ولا على بس يساوي هيديني كام ميجا باسكال تمام ده هذا والله اعلم تعبناك يا باشا. يعمل ايه؟ تسلم استاذ عبد الناصر. شكرا يا باشا. ربنا يوفقك.